ما بعرف هذا التسجيل ممكن يصلك أو لا، بس مهم تعرف إنه الحال عندنا صعب جدا. لا، الخوف حيصل لذروته فوق ما بتتخيلي. هلا الناس كلها متجمعة في غرفة واحدة، والحاجة الوحيدة اللي شغالة راديو. ما في مي، ما في وقود، ما في كهرب، ما في أكل، وما في أي وسيلة تواصل موجودة في البيوت، والإشي اللي بيصير كارثي. أنا مش قادر أتواصل مع أي زميل إلي، مع أي حدا من طرف آخر في أي مكان في قطاع غزة. طبعا مع بداية فصل كل الإرسال والإنترنت كان كمية قصف شديد جدا، يعني إلادة في الجنون. ما في لحوم، كلها معلبات. ما تخيلنا ممكن نصل لهي المرحلة بصراحة، لأنه قصفوا مخابز، قصفوا مولات، ماركتس. اليوم استنيت 4 5 ساعات عشان أجيب دجاجة، وأنا من المحظوظين اللي قدرت مثلا أجيب دجاجة. بكرة يمكن مش راح يكون.